هذا وأعرب مجلس الشورى عن استنكاره واحتجاجه الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر الذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين، معتبرا المجلس أن هذا البيان يمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة. وقال المجلس في بيان إنه في الوقت الذي يشيد فيه المجلس بالعلاقات التاريخية مع الجمهورية العراقية الشقيقة، فإنه يطالب الحكومة العراقية بضرورة التصدي لهذه الأصوات التحريضية وردع هذه المواقف التأزيمية. وأكد المجلس أنه لا يمكن القبول أو السماح أبدا بأي شكل من أشكال الإساءة أو التدخل في شؤون المملكة من قبل أي شخص أو أي جهة كانت.